صاروخ واحد يسقط هنا كفيل بإشعال جبهة حرب جديدة في إسرائيل. السكان في هذه الرقعة الجغرافية مواطنون سوريون، لكنهم حسب القانون الإسرائيلي مقيمون دائمون في إسرائيل. فمن هم سكان مرتفعات الجولان؟ وكيف تعاملت معهم إسرائيل منذ احتلالها الهضبة السورية؟ في أعقاب النكسة احتلت إسرائيل حوالي 3/4 مساحة الجولان، مساحة كانت موطناً ل 138 ألف سوري توزعوا على أكثر من 200 قرية ومزرعة، بالإضافة إلى مدينتي القنيطرة وفيق. دمرت قوات الاحتلال معظم المناطق السكنية في المساحة التي احتلتها، وهجرت معظم الأهالي، بينما بقي 7,000 معظمهم دروز في 6 قرى لم تتضرر بشكل مباشر من القتال. كان على الاحتلال الإسرائيلي التعامل مع أهالي هذه القرى، فاستخدم القوة والترهيب تارة، ونهج الاستمالة والترغيب تارة أخرى. ويمكن أن نجمل تطور سياساته تجاه من بقي من أهل الجولان في 4 محطات رئيسية. شهدت السنوات الأولى التي تلت النكسة بوادر تشكل حركة وطنية في الجولان. نظم العشرات من شباب القرى الدرزية أنفسهم في شبكات تعاونت مع الجيش السوري وزودته بمعلومات كان لها تأثير على نتائج حرب 73. سعى الاحتلال لإجهاض هذه التنظيمات عن طريق الاعتقالات والاغتيالات، مستمراً في الوقت ذاته بعزل سكان الجولان عن محيطهم السوري ومنع كل أشكال التواصل معه، وفرض السيطرة العسكرية على كل المساحات التي احتلها، واستغلال مواردها ومحو معالمها العربية، وإقامة مستوطنات على أنقاضها تمهيداً للمرحلة القادمة. في أواخر عام 1981، وفي محاولة لإضفاء صبغة قانونية على الاحتلال، أعلنت إسرائيل ضم الجولان، خطوة قوبلت برفض من المجتمع الدولي، تمثل في قرار مجلس الأمن الذي وصفها بأنها ملغاة وباطلة وليس لها أي أثر قانوني على الصعيد الدولي. إلى جانب ضم الجولان، سعت إسرائيل لفرض الجنسية الإسرائيلية على أهله، ما دفعهم لخوض إضراب سلمي شامل استمر نحو 6 أشهر، مؤكدين على تمسكهم بمضامين الوثيقة الصادرة عن الحركة الوطنية والتي تشدد على هوية أهل الجولان العربية السورية. نتيجة لهذه المقاومة الشرسة، تراجع الاحتلال عن فرض جنسيته على أهالي الجولان وجعل الحصول عليها اختيارياً، بالمقابل حولهم إلى مقيمين دائمين وفق القانون الإسرائيلي. ليس هذا فحسب، بل تراجع أيضاً عن استدعاء دروز الجولان إلى الخدمة العسكرية، إذ يفرض القانون الإسرائيلي الخدمة الإجبارية في الجيش على الدروز الحاملين للجنسية الإسرائيلية في الجليل والكرمل بالداخل الفلسطيني. في فترة ما بعد الإضراب، اتبعت إسرائيل سياسة العصا والجزرة في تعاملها مع أهالي الجولان. ففي الوقت الذي دأبت فيه على قمع السكان بالقوة العسكرية، خاصة عند إحيائهم مناسباتهم الوطنية وعلى رأسها ذكرى إضراب 82، أعادت من جهة أخرى فتح بعض القنوات الاقتصادية والدراسية مع سوريا، فأتاحت لأعداد محدودة من الطلاب إكمال دراستهم في جامعة دمشق بعد أن منعت ذلك عقب الضم، كما سمحت بتسويق التفاح إلى الأسواق السورية. خلال هذه الفترة بدأت العلاقات بين سوريي الجولان ووطنهم سوريا تعود تدريجياً، ونتيجة لذلك ازداد تدخل أجهزة الأمن السورية في شؤون الجولان، ما تسبب بانقسامات داخل الحركة الوطنية. إسرائيل هنا اكتفت بالمشاهدة من بعيد، واستبدلت بنهج القوة ضد السكان آخر أكثر ليونة، مراهنة على الخلافات الداخلية والتي ستتفاقم مع اندلاع الثورة السورية. عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، زادت حدة الخلافات داخل الحركة الوطنية في الجولان التي كانت تعاني من هشاشة وضعف آنذاك، ما أدى إلى تفككها وشلل نشاطها، ظروف انتهزها الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز سياسة الأسرلة وتسريع وتيرتها، فعمل على قطع الصلة بين سكان الجولان وبلدهم الأم، وعاد لتقليص عدد الطلاب المسموح لهم بالدراسة في الجامعات السورية، ومنع نقل التفاح لأسواق سوريا، بينما أطلق العديد من المشاريع المحلية بهدف ترغيب السكان وجعلهم يفضلون البقاء تحت رفاهية الاحتلال نظراً لتدهور الأوضاع في سوريا.
منذ 67 وحتى هذا اليوم كانت مساعي الاحتلال لابتلاع الجولان وعزله وتحويل هوية أهله وتغيير معالمه الديمغرافية والجغرافية تسير جنباً إلى جنب مع سلب موارده الوفيرة من خلال وضع اليد على مصادر مياهه التي توفر نحو ثلث حاجة إسرائيل من المياه واستغلال أراضيه الغنية المعروفة بتربتها الخصبة، دون أن ننسى استفادته أمنياً وعسكرياً من موقع المنطقة وجغرافيتها التي تجعلها بمثابة جدار دفاعي لإسرائيل.